السلام عليكم، صباح النور والفل والياسمين حبوباتي. أول حاجة نبدو بها أن صلوا على سيدنا محمد الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. والمهم مرحبا بكم في قناتكم أفكار وديكور نورية، ومرحبا بي عندكم. فعلوا جرس الكل ليصلكم كل جديد. والمشاركين والمشاركات الغاليين عليا، ربي يخليكم ليا كيما راكم مفرحيني باللايكات والتعليقات الشابة والحلوة كيما نتوما، ربي يفرحكم. وإن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بأحسن الأحوال، وراح نشارك معكم فيديو جديد بطريقتي الخاصة في عمل المسمن الجزائري يجي مورق بدون زبدة التوريق كما كتشوفوا، وبطريقة سهلة وبسيطة وبالخف تخدميه كما كتشوفوا. هنا قطعت لكم، هو كان عاد سخون لكن هنا حاولت نقطع لكم منه وهو يكون شوية راهو بارد حتى برد، باش يعني زيت قطع سهلكم يجي مورق وشباب ورائع، يستحق التجربة، يعني نتمنى تجربوه. والله العظيم عفوا راح يعجبكم، تأكدوا باللي راح يعجبكم. كما تشوفوا مورق وشباب، حتى انه ما يجيش مزيت، يجي ناشف ويجي روعة. عفوا نبدو على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندنا 300 غرام فرينة، بعد ما هنا غربلتها عدنا قص بهذا الكاس، الكاس اللي يوزن 240، وضعت الفارينة، نوضع لها ملعقة صغيرة تخميرة الخبز، ملعقة كبيرة تاع سكر باش تخلي لنا البنة شابة في المسمنة تاعنا. خلط مليح، نوضع نصف ملعقة صغيرة تاع ملح، الملح على حسب الذوق تاعكم. هنايا خدمت كمية قليلة تاع مسمن، لكن إذا أفراد العائلة كبيرة الله يبارك يعني ضعفوا المقادير. هنا تجيني أنا خمس حبات عفوا تاع مسمن، يعني 10 حبات رايحة نوضع حبة في حبة، يعني تجينا 5 حبات مسمن. راح نخلط، نوضع الماء الفاتر ونبدا نلم في العجينه تاعي. نلمها مليح وخليها شويه تتلصق. نحطها في سطح العمل، نطفو مليح ونحطها في سطح العمل ونعجنها مدة 3 دقائق فقط باش تلم لنا هذيك العجينة وتتماسك لينا. هنا سرحت الفيديو هنايا باش يعني ما قطعتش منه باش ما يطولش الفيديو، يعني سرحت فيه وراح نعجنها مدة 3 دقائق فقط، ما تقطعيش العجينة. شوفوا هنا يعني عجنيها عفوا على هذه الطريقة باش ما تقطعيش العجينة. هاي هنا عجينة متماسكة، نشوفوا كيفاش وتينا شابة. خليها نحطها في البول وخليها على جنب.
ونحط الزيت، نحط البلا وفيه الزيت، ونبدأ هنايا العجينة تاعي نعملها على شكل بودة ونقطعها على نصفين، كل نصف نقطعه 5 كويرات، يعني تجينا 10 كويرات. يعني الكويرات يكونوا متساويين. نحطهم على جنب ونبدأ نحل في الكويرة الأولى، يعني أن نحطها كرة، نعملها كويرات ونحط في البلاط تاعي. نكمل كل الكويرات وتشوفوها من الكويرات، يعني 10 حبات كرات. نحط لهم الزيت من الفوق باش تجي ما تجيناش هذيك القشرة في العجينة في الكرة. نغطي عليها بورق السيلوفان او اي بلاستيكة، المهم تكون غذائية، ونخليها مدة نصف ساعة ترتاح. من بعد نولو للحشو تاعنا اللي نديروه، نصف كاس مارغرين دايبة مع نصف كاس زيت، نضيف لهم 4 ملاعق سميد رقيق، هذه اللي تخلي المسمن تاعنا يجي مورق ويجي شباب. نضيف لهم ملعقة صغيرة خميرة الحلوى، خلط مليح الحشو تاعنا، خلطه مليح باش كل يتجانسوا مع بعض. ان نحطها على جنب، ونولو نحلو العجينة تاعنا. نظف سطح العمل وهنا نوضع الزيت في سطح العمل، ونبدأ نحل في العجينة تاعي، يعني تجي سهلة وبالخف، يعني تنفتح لك، يعني تجي أروع عجينة، روعة روعة روعة. يعني كما كنتم تشوفوا نحلها مليح بالزيت، نوضع الزيت ونبدأ نحل فيها، نفتحها مليح رقيقة. من بعد نوضع الخليط فوقها، نقسمه كاع في الجوانب، ونبدأ نغلق فيها. كما نعرفوا الكل يعرفوا باللي كيفاش يغلق المسمن، انا فقط للمبتدئات، يعني نعرفوا بكل يعرفوا المسمن، يعني خدمة المسمن، فقط حابة نشارك معكم يعني طريقتي اللي نخدم بيها المسمن. نكمل هنايا الحبة الزوجة، كذلك نوضع فيها الخليط، مكتوب راح نوضع فيها هذا، يعني حبة في حبة نوضع فيها الخليط، من بعد نوضع هذيك الحبة، نغلقها على شكل مسمن
وخليه على جنب، ونكمل كل الحبات ونخليهم يعني لو مومون اللي راح شويه يبدو يرتاحوا، راح نبدا بالحبه الاولى، نحط الزيت ونبدا نحل فيها، نحل فيها مليح يعني تكون رقيقه، لخاطرش درنا حبه في حبه. هنايا راني وضحت الطاجين تاعي يسخن، من بعد نقص له، نحلها مليح. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، ونكون في حسن الظن تاعكم، ويعني مسمن يستحق التجربه، ورايحه متاكده بلي رايحه يعجبكم. نحلها نفتحها مليح، من بعد راح تشوفوه في صحن التقديم، حاجه سهله واقتصاديه وبنينه، حتى يجوا عندك الضيوف يعني تخدميه، يعني تحيلي واش ديري عندك. هذه الطريقه تاع المسمن، طريقتي الخاصه، ونعرفوا الكل يعرفوا المسمن، لكن كل وحده والطريقه تاعها. عفوا كل راهم شاطرات، وكل ستات البيوت يعني شاطرات، لكن كل وحده والطريقه تاعها. نفتحها مليح، من بعد نوضع الطاجين تاعي فيه الزيت، ونوضع حبه المسمن، هنا وضعت الزيت، من بعد نوضع الحبه، نفتحها شويه مش بزاف، خاطرش راني فتحتها مليح. نوضع الزيت فوقها، من بعد نطيبها في الجهتين، من بعد تشوفوها في صحن التقديم عفوا، يجي بنين وشباب وروعه. وخليكم مع الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.